هو أولا خذ الكلمة الباح ولأول مرة كيتحكم على حزب، كيتحكم على حزب لأنه بشكل صريح، لأنه قال واحد الحزب اللي قال غادي يدخل الشباب، حنا دخلنا الشباب هو غير الهضرة. ما يمكنش يقول لي بأنه أنا كنت كنقصد شي واحد آخر، لأنه الحزب الوحيد اللي دار ديكلاراسيون على الشباب في أكادير هو حنا، دونك معلوم باين مقصود. أولا كنقول لي حنا شركاء ديالك في الأغلبية، حنا كنا معاك رجال في هاد يعني لا كونستيتيسيون ديال هاد الحكومة، عما ما سمعتو حتى مشكل، ما سمعتو حتى نقاش حار ولا هذا ولا داكشي كله. سهل لينا ليه المأمورية أنه هذه مرحلة خصها تدوز وحنا غادي نتعاونوا معاه. أولا بالنسبة لهذا الكلام اللي قال، أنا كيظهر لي رئيس الحكومة خصو يكون كيتكلف، خصو يتكلم يعني يكون الكلام ديالو صحيح باش ما نقولش شي حاجة نيجاتيف. أنا في أكادير اتجهت للشباب وقلت لهم في 2021 إن شاء الله غادي تكونوا الشباب غادي يكون داخل الحكومة، لأنه أنا عارف اش كنقول، ما غاديش نشد بالشباب ونلوحوا في السياسة الكبيرة وما ينجحش غدا ولا بعد غدا. أنا خصني نأطر، خصني ندير التكوين، خصني نوجدو، خصني نكون سيو بأنه بأنه الاختيار الصحيح. عاقي عندي عامين باش نشوف، عمري ما تكلمت أنا على الحكومة. إوا إنسان إلا تكلم ما يديرش بيا السياسة، ما يديرش بالحزب ديالنا السياسة، وحنا حلفاء. ثانيا كتجي وكتقول واحد الوزير معين عنده ثقة ديال سيدنا، أنا دابا خصو يجاوب الأغلبية، خصو يجاوب الأغلبية، واش هاد الحكومة عندها الثقة ديال سيدنا؟ واش الوزراء الاخرين عندهم الثقة ديال سيدنا ولا هذاك السيد اللي عنده الثقة؟ علاش واحد بوحدو عنده الثقة ديال سيدنا؟ هذه يعني إشكالية كبيرة. وأنا مع الأسف أنا ملي كنشوف دابا هذا الخطاب يمتاز، جا نهار السبت الصباح، الخطاب ديال سيدنا يمتاز كان نهار الجمعة في 4 ولا في 5 ديال العشية، اش كيقول الخطاب ديال سيدنا؟ كيقول لنا الله يخليكم الانتخابات باقا شوية بعيدة، خليو عليكم الحسابات الضيقة السياسية، اشتغلوا. باقي هذاك الخطاب الملكي كيدوز التلفزيون، باقي كاع ما وصل للمواطنين، لا غدا في الصباح كيشوش عليه. بالله عليكم واش هادشي معقول؟ ماشي معقول. ف زعما انا ما كنتفاجئش انه الشباب كيتكلم عليه والساده اعضاء المكتب السياسي ولاو يتكلموا عليه، لانه الى لاحظتوا احنا ما عمرنا، وكنت مانع الاخوان داخل سميتو باش ياخذوا شي كلمه في ضد ولا في حق السيد رئيس الحكومه. حنا كنحترموا رئيس الحكومه وكنعرفوا ليا شي وكنشتغلوا معاه، ولكن حتى هو ما عمرنا جبدنا، ولكن دابا جبدنا، وكما قال السيده اللي جبدنا غادي يلقانا. فكل واحد غادي يلعب الدور ديالو، حنا وزراء كنشتغلوا في سميتو، وحنا احسن هديه عطانا انه واللي عطينا لراسنا انه هذه الحكومه اللي طلعت عطاتنا بعض الوزراء اللي غادي يتكلفوا بالحزب السياسي وبالمسار السياسي، وعندهم ما يقولوا، عندهم ما يديروا من هنا ل 2021 ان شاء الله، وغادي يشتغلوا بهم ان شاء الله.